إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب مدينة بن سليمان. الصورة أمامكم مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في، شوارع المدينة فارغة تزامنا دائما. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب مدينة بن سليمان. الصورة أمامكم فارغة تزامنا مع ارتفاع الكبير لدرجة الحرارة. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر. حرارة مرتفعة جدا مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في، الصورة أمامكم مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، شوارع مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، الصورة أمامكم أجواء جد حارة وشوارع المدينة فارغة. مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، دائما الصورة أمامكم، فالله يلطف بينا. حرارة جد مرتفعة مشاهدي الكرام، الصورة أمامكم غنية عن التعليق. مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في، أجواء حارة تقريبا واحد 37 درجة ديال الحرارة هنا مقلب المدينة الخضراء مدينة بن سليمان. قليل من الناس اللي خارج الشوارع يعني.
مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، فقل يعلم بكم دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.